الثامنة من يو تي في وهذه عناوينها. بلاسخارت تحيط العالم علما بأزمات العراق من السياسة إلى الاقتصاد وتذكر في إحاطتها الفساد أصبح منظومة. في مهمة إنقاذ الدينار ووقف ضغط الدولار وفد عراقي يعبد طريق الدبلوماسية الاقتصادية بين بغداد وواشنطن. وزير الخارجية السعودي يقول من بغداد العراق يلعب دورا أساسيا لتعزيز استقرار المنطقة بالحوار والتعاون المشترك. أسعار الصرف تسجل أرقاما قياسية جديدة وتخلف إرباكا في الأسواق، وخبراء يستبعدون سيناريو الليرة اللبنانية في العراق. دكاكين في الموصل تتحول إلى مساكن للنازحين بسبب الغلاء، وصعوبة الأوضاع الاقتصادية تعيق جهود العودة الطوعية. أهلا بكم إلى التفاصيل. الفساد أصبح منظومة، وصف قاس لكن يمثل واقعا بدأ منذ 20 عاما. صوت بلاسخارت الممثلة الأممية في العراق وصل صداه إلى مجلس الأمن الدولي مرة أخرى، لكن في الوقت نفسه أشادت بما تقدمه الحكومة من خطوات في مكافحة هذه المنظومة. إحاطة تأتي في وقت حساس، فهي تقييم دولي لعمل الحكومة بعد أن وصل عمرها 100 يوم، إشادة في الخدمات وتحذير من تأخر إقرار الموازنة. أما خطورة تخمة وظائف القطاع العام فهي تحت مجهر الدول العظمى. قالت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت إن الفساد في البلاد تحول إلى منظومة، وهذا لا يتعلق بفرد واحد، مشيدة خلال إحاطتها في جلسة مجلس الأمن الدولي بخطوات الحكومة في مكافحته. شجع الحكومة العراقية على المثابرة وعلى بذل كل الجهود وعلى بناء نظام يخدم المجتمع وليس مجموعة بعينها مع ضمان المساءلة، فهذا أمر ضروري، وهذا يعني أن يحرم من يستغلون موارد البلاد لمصالح ضيقة من ذلك. ينبغي أن نكرر إن الفساد في العراق قد تحول إلى منظومة على مر السنين، وهذا لا يتعلق بفرد واحد أو بوقائع بعينها. إلى ذلك أكدت بلاسخارت أن الجهود الحكومية فيما يخص تقديم الخدمات تستحق الإشادة، مشددة على ضرورة إقرار الموازنة، فيما حذرت من زيادة الوظائف الحكومية على مستقبل العراق. الجهود الحكومية الحالية تستحق الإشادة، ولا سيما فيما يتعلق بتقديم الخدمات للجمهور، وينبغي في الوقت نفسه إدارة تطلعات الجماهير. وأذكر بأن التغيير الحقيقي الذي يحدث فارقا في حياة جميع المواطنين سيستغرق الكثير من الوقت. هذا يستوجب إصلاحات اقتصادية واجتماعية هيكلية ومؤسسات أكثر متانة وحوكمة رشيدة على شتى المستويات. وفيما يخص سياسة الحكومة العراقية على المستوى الخارجي، أكدت بلاسخارت أن بغداد تواصل سياسة الانفتاح والتوازن مع باقي الدول على أساس المصالح المتبادلة، معربة عن دعمها تلك الجهود. يسرني سيادة الرئيسة أن أبلغكم بأن الحكومة العراقية تواصل سياستها القائمة على الانفتاح والتوازن على أساس المصالح المتبادلة واحترام مبادئ السيادة والوحدة الإقليمية وحسن الجوار. وقد أكدت خلال مؤتمر بغداد الثاني في عمان في 20 ديسمبر على دعمنا للحكومة العراقية في جهودها المتعلقة بالحوار وبالاستثمار. بلاسخارت تشرح وضع العراق أمام الدول العظمى، دعوة أممية لإخراج البلاد من حالة اللا استقرار إلى ما يستحقه العراقيون، وتحذير عابر للقارات من وعود رنانة لا يتم الإيفاء بها.
فرصة لمواجهة التحديات واغتنام إمكانية إخراج العراق من انعدام الاستقرار والهشاشة إلى ما يستحقه العراقيون. هذا هو الوضع القائم في العراق بحسب إحاطة رئيسة البعثة الأممية جينين بلاسخارت. لم تترك ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جزءا في الحياة السياسية والعامة لم تتطرق إليه. فسياسيا ترى بلاسخارت أن حكومة السوداني كأي حكومة تحتاج إلى الدعم لتحقيق تطلعات الشعب، محذرة في الوقت ذاته من أن الوعود الرنانة التي لا يتم الإيفاء بها لها نتائج خطيرة. العراق بحاجة إلى إصلاح مالي واقتصادي، وقد تأخر هذا الإصلاح كثيرا. هذه ربما واحدة من أهم ما جاء في الإحاطة الدورية، إذ أن الأزمة الاقتصادية تعد الأكثر عجلة بالنسبة إلى المواطن. وفيما يدرك الخبير وغيره أن الفساد واحد من أخطر أسباب الأزمة، تؤكد بلاسخارت أن على الأطراف السياسية إعلاء مصلحة بلدهم على أي مصلحة أخرى والتحقيق في مزاعم الفساد المختلفة. ورغم الواقع الاقتصادي المتردي، فإن بلاسخارت ترى أن الجهود الحكومية الخدمية تستحق الإشادة، لكنها تحذر من زيادة الأعباء على القطاع العام وضرورة تنويع الاقتصاد المستدام. أما في السياسة الخارجية، فإن الحكومة العراقية تواصل منهجيتها المبنية على الانفتاح مع الجميع واحترام مبادئ السيادة والوحدة الإقليمية وحسن الجوار. من السياسات الداخلية والخارجية مرورا بالاقتصاد وانتهاء بتهنئة العراق على فوزه بكأس الخليج العربي، أحاطت بلاسخارت العالم علما بما يدور في العراق، فيما ينتظر البلد تعاونا دوليا معه للنهوض من واقع يحتاج إلى إحاطات إلى الوضع الطبيعي الذي تعيشه سائر الدول. حول إحاطة بلاسخارت بالأوضاع في العراق ينضم إلينا من واشنطن الباحث والأكاديمي رمضان البدران. أهلا ومرحبا بك. الفساد أصبح منظومة، سبق وأن كررتها هذه العبارة بلاسخارت في إحاطات سابقة، هذه المرة هناك إشادة بخطوات حكومة السوداني بمكافحته. تتوقع أن يعني يخطو العراق خطوة للأمام فيما يخص محاربة الفساد؟ نعم، بدءا تحية لكم وللمشاهدين الكرام. الإحاطة هذه المرة كانت يعني قصيرة وقليلة، ولكنها موجزة بسيطة يعني تناسب وضع العراق الحالي بما ينتابه من مرحلة هدوء واستقرار نسبي نوعا ما بعد ماراثون من الصراع عبر أكثر من سنة أو سنتين منذ تشرين وحتى تشكل هذه الحكومة. حكومة السوداني هي حكومة منطلقات، وحكومة منطلقات مقبولة وصحيحة، ولكن من المبكر الحكم على نتائج هذه المنطلقات، تحتاج إلى كثير من التحديات التي أشارت لها بلاسخارت. وبالتالي أهم هذه التحديات هو استقرار الوضع السياسي وتناغم الوضع السياسي، والذي على ما يبدو والشيء للأسف نحن نمر في مرحلة نوعا ما من المطب بين تفكك أو اختلافات كبيرة في داخل إنقاذ الدولة، وكذلك هناك نوعا من التباين في رؤى الإطار في كيفية توجهات سيد السوداني في الملفات الداخلية والخارجية. هذه التصدعات التي بدأت تظهر هي أهم التحديات التي ستشهدها حكومة السوداني، والتي لم تتطرق إليها بلاسخارت بشكل كافي. في مقابل هذه التصدعات سيد رمضان، إحاطة بلاسخارت في مجلس الأمن كانت في معظم نقاطها من صالح الحكومة الحالية، يؤكد هذا أن حكومة السوداني لديها مقبولية دوليا؟ هذا مؤكد، وحكومة يعني ناجحة المنطلقات حتى الآن، منطلقاتها صحيحة، عقلانية، مقبولة، واقعية أيضا. وبالتالي كلنا نتمنى يعني هذه المنطلقات أن تستمر وتحقق نتائج على أرض الواقع، رغم أن يعني أنها نشأت ولا زالت تعيش في بيئة من المحاصصة. وهذا أهم ما أشير في مقدمة إحاطة بلاسخارت، أن الفساد تحول إلى منظومة، وبالتالي هي تعتقد أن معالجة الفساد سوف لن تكون على يد حكومة معينة، بل يجب معالجة المنظومة. وهنا الإخفاق الكبير، أن هذه المنظومة هي نتاج لنظم انتخابية وعملية ديمقراطية عليلة غير حقيقية، تفتقد لأهم عنصر يقوض الفساد وهو عنصر الضبط والمراقبة. هذا هو الخلل الحقيقي الذي حتى الأمم المتحدة حتى الآن لم تنجح في تشخيصه والضغط باتجاهه.
منظومة الضبط والمحاسبة هي التي ينقص هذه العملية الديمقراطية، وبالتالي كل البرلمانات وكل الهيئات الرقابية سوف لم تفعل فعلها ولم تؤثر تأثيرها بسبب وجود هذه الآلية وغياب صوت الشعب في نظام ديمقراطي في دولة ديمقراطية. هذا هو الخلل الذي يجب أن لا نتعامل مع النتائج. كل ما طرحته بلاسفار هي تطرقت للنتائج ونتفق على ما طرحت، ولكن المنطلقات والأخطاء هي أعمق بكثير، ويجب الخوض في تلك المنطقة وليس في السطح وفي النتائج فحسب. طيب، يعني كيف تقيم ما طرحته بلاسخارت عن المخاطر الاقتصادية التي يشهدها العراق الآن؟ نعم، العراق طبعا الأزمة الاقتصادية غير الأزمة المالية. العراق فيه أزمة اقتصادية حقيقية بسبب رعية الدخل، بسبب إهمال قطاع الخاص، بسبب إهمال قطاع التنمية عموما، وبالتالي أزمة البطالة وأزمة الفقر كلها أزمات اقتصادية وليست مالية. الأزمة المالية جاءت مؤخرا لتضيف إلى الأزمة الاقتصادية وأزمة الاستراتيجيات إلى أزمة التكتيك وأزمة المال. هذه الأزمة أعتقد بدأت منذ أول تلاعب بسعر الصرف الذي حصل في الحكومة السابقة، والذي هز استقرار العملة، ثم لحقته عوامل أخرى لاحقة مختلفة وليست لها علاقة مباشرة، وهي يعني الشروط الأمريكية في مراقبة تحويل الدولار للأغراض الخارجية. وطبعا هذه سوف أيضا تحتاج إلى معالجة اقتصادية بأن تبحث عن مصادر للاستيراد خارج عن العقوبات الأمريكية، وهذا أيضا تحدي آخر للحكومة، كيف ستستطيع أن تدفع بعجلة الاستيراد بعيدا عن إيران أو بعيدا عن دول ذات تأثير عششت في الاقتصاد العراقي منذ عقوبات. نعم سيد رمضان، أرجو أن تبقى معنا، ملف آخر سأناقشه معك لكن بعد قليل. عجزت الحلول والأمر متروك للدبلوماسية. وفد عراقي في مهمة حساسة لإنقاذ الدينار من انهيار تاريخي. تحاول أرفع سلطة سيادية متمثلة بوزير الخارجية وأعلى سلطة مالية بقيادة محافظ البنك المركزي علي العلاق إعادة ضبط إيقاع العملة المحلية من واشنطن. حوارات معمقة ستجري بين العراق والولايات المتحدة لإيقاف تهريب الدولار. بغداد أبدت حسن نيتها من خلال الالتزام بشروط البنك الفيدرالي. يبقى الدور على البلد المضيف. زيارة بنكهة اقتصادية يعتزم وفد بغداد إجراءها إلى واشنطن. وزير الخارجية ومحافظ البنك المركزي يبحثان في عاصمة الولايات المتحدة عن وسائل دبلوماسية لإنقاذ الدينار العراقي. حوارات قد تكون معمقة لتفادي كارثة اقتصادية وشيكة. وفد من بغداد يعتزم زيارة واشنطن في مهمة تبدو اقتصادية أكثر من كونها سياسية أو أمنية. في طريق تقف على جنباته مؤشرات تذبذب الدينار وهيمنة الدولار على مفاصل الحياة في البلاد، يسير الوفد العراقي على رأسه وزير الخارجية ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات المصرفية، لإيجاد وسائل دبلوماسية عاجلة لإسعاف العملة المحلية. موضوعات ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم ضبط إيقاعه في الحالة العراقية يشكل أولوية قصوى لدى دولة رئيس مجلس الوزراء السيد السوداني، وكذلك عند الدبلوماسية العراقية. نتلقف هذه الأولوية الوطنية، نفعل دبلوماسية الاستجابة الوطنية بهذا المسار. الوفد سيخوض حوارات معمقة مهمة ذات أولوية قصوى لإيجاد برامجيات فاعلة بين بغداد وواشنطن. إيقاف تهريب الدولار إلى خارج البلاد مهمة قد تبدو مشتركة بين الجانبين العراقي والأمريكي للسيطرة على مسارات جريان العملة الصعبة في المنطقة.
مع تصريحات عن تقديم العراق تعهدات بتنفيذ شروط البنك الفيدرالي الأمريكي بما يخص المنصة الإلكترونية الجديدة وإجراء الإصلاحات الاقتصادية. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستطلب من العراق أن يحسن من إدارة الدولار في العراق ويقلل من حجم التهريب اللي مضى عليه عدة سنوات. وتبرز للزيارة جوانب أخرى منها أمنية متعلقة بالوجود العسكري الأمريكي من خلال قوات التحالف مع استمرار السياسة الخارجية العراقية في محاولة تحقيق التوازن في علاقات بغداد الدولية خصوصا مع الدول الأطراف في صراعات الشرق الأوسط. من بغداد علي أسد، UTV. نعود مجددا للحديث عن زيارة وفد عراقي لواشنطن مع الباحث والأكاديمي رمضان البدران. سيد رمضان، زيارة مرتقبة كما تابعت وربما مصيرية يجريها وفد عراقي إلى واشنطن، ما هي أوراق العراق الدبلوماسية لإعادة الاستقرار لسعر الصرف المتذبذب؟ نعم طبعا أكيد هذا هو أهم الملفات وأصعبها التي يمر فيها العراق. العراق طبعا يعيش نظام اقتصادي ونظام تبادل اقتصادي مع الخارج بشكل واسع، وجزء كبير من هذا التبادل هو يجري مع بلدان عليها حصار اقتصادي أو من قبل أمريكا ولا سيما في تبادل الدولار معها. هذه الحزمة الكبيرة من الاستيراد التي يتدخل فيها الدولار ويستعمل بشكل غير مرخوص من قبل أمريكا هو ما خلق الأزمة الأخيرة، وبالتالي ضبط البنك الاحتياط أو الموازنة الأمريكية مسار الدولار إلى أن يذهب إلى دول وموارد توريد شرعية لا تختلف مع مع مع, مع, مع السياسة الأمريكية هو المطلب الحقيقي. وبالتالي التحدي العراقي على ما أرى واقعيا هو في العراق وفي داخل العراق، لكن شكلا تحتاج الحكومة العراقية إلى بعض من الوقت لكي تجد أو تدفع تجارها ومورديها إلى أسواق أخرى يسمح لها بتحويل الدولار إليها بدون عقوبات أمريكية وبدون منع أمريكي. هذا الإشكال الكبير يحتاج طبعا إلى وقت لكي تتحول مسارات الاستيراد إلى جهات أخرى بعيدة على سيما عن إيران. القضية الثانية هو تهريب العملة، وأن اللي يأتي من إيران هو ليس تهريب العملة وإنما هناك استيراد يجب أن تدفع للإيران، أما بالتومان أو بالعراقي أو بأي عملة أخرى أمريكا لا تعترض عليها. ولا مشكلة أن إيران تحتاج إلى الدولار، وبالتالي تهريب الدولار إليها بدعوى أنه واردات مزورة من الصين أو من غيرها ثم يذهب إلى روسيا هو الذي خلق الأزمة الكبيرة للعراق الآن. في هذه المرحلة، ولذلك أنا أقول أنه أزمة في العراق، ربما أمريكا تساعد قليلا ولكن التحدي في العراق كيف تستطيع الحكومة العراقية دفع وسائل الاستيراد إلى أسواق بعيدة عن أسواق المعاصرة. تعتقد أن الدبلوماسية العراقية قد تحل الأزمة الاقتصادية؟ قد تحل بعض من الأزمة المالية. العراق بلد مدلل لدى أمريكا واقعا في أروقة الحكومة الأمريكية وفي السياسة الأمريكية هو العراق البلد المدلل، وبالتالي يعني الأمريكان سيدفعون الوضع العراقي الى يعني الى المساعده بكل الاحوال، يعني غض النظر لسنوات طويله عن العراق وهو يعلمون انه يسرب العمله الى ايران، ولكن بسبب الازمه مع روسيا وتوسعها والموقف الايراني مع روسيا وطبعا فشل المحادثات النوويه كلها عوامل زادت الغضب على ايران وبالتالي انعكست على اهم المتكئات التي تتكئ عليها ايران في الحصول على الدولار وهو العراق. محافظ البنك المركزي ايضا يعني سيكون حاضرا في الزيارة، تتوقع أن يخفض البنك الفيدرالي الأمريكي من إجراءاته فيما يخص الحوالات المصرفية أم أن الخطة سارية على ما هي عليه؟ يعني كيف سيخفض؟ السؤال الأهم أن هناك منصة إلكترونية لسويفت. السويفت هو شنو؟ السويفت نظام برمجي، يعني أنت لما تطلب من لما تريد تحول حوالة من العراق إلى بلد آخر، نظام السويفت نظام إلكتروني يعرف إذا كان هناك أي حصار على أي جهة، على شركة، على شخص، على دولة، هذا النظام يرفض التحويل لأنه هي مثل أرقام التليفونات، وهذه أرقام التليفونات المحظورة سواء مفتاح مدينة أو مفتاح بلد أو حساب أو اسم، هذه محفوظة بالسيستم. فهناك كيف سيتم التلاعب بالسيستم؟ طبعا هذا محال أن يجري، وبالتالي
العراق يعني إذا أراد البنك المركزي يبقى هو يتحمل مسؤولية القبول بفواتير مزورة ويسرب الدولار، سوف لن يحصل على دولار كافي من أمريكا لتغطية هذه المسالك التي هي تحت الطاولة نسميها. لذلك العراق فعلا أمام تحدي حقيقي، أما أن يسير بالاتجاه الصحيح ووفق ما تريده أمريكا ويحصل بدولار بهذا القدر، أو سوف يشح لديه الدولار، وهذه الشحة في الدولار القليلة هي التي ستجعل نافذة الاستيراد الأخرى تقبل عليه وتشتريه. على سبيل المثال أن سعر البطاطا في إيران هو أقل مما هو في مصر، التجار سيشترون الدولار حتى بسعر أعلى 10 و15 و20% ويستوردون البطاطا من إيران لأن لا زال سعرها أقل من مصر. هذا هو الحقيقة، الأزمة الحقيقية التي يذهب بها الدولار. الدولار فقط أموال الفساد التي قد تكون 5 إلى 10 مليار، هذه تهرب فعلا. أما بقية الأشياء هي استيرادية ولكن بمنافذ غير أصولية وفق المعايير الأمريكية. طيب سعر الصرف في أسواق العراق 1750 أو وصل لل 1750 دينار لكل دولار، تتوقع أنه يرتفع أكثر؟ طبعا أنا أعتقد يرتفع أكثر، لأنه هذه الفترة عزف التجار عن الاستيراد وبالتالي أسعار المواد ارتفعت، وعندما ترتفع أسعار المواد يصبح إمكانية شراء الدولار والاستيرادها من بلدانها وإن كان بسعر الدولار بالسوق السوداء للدولار لا زال مجزيا. فالعملية الخطيرة هي أنه هذا الاضطراد، أنه السوق يصعد وبالتالي إمكانية شراء الدولار والاستيراد ممكنة، هناك جدوى، تبقى هناك جدوى حتى أن نصل إلى مرحلة التاجر يصل إلى أنه هناك السعر بدأ يذهب إلى بدائل، يستورد من ربما من 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 الأردن، من بنغلاديش، من الهند، من مصر، ويجد أن هناك وفرة أفضل مما يشتري في هذا السعر، هناك نصل إلى التوازن. فكم هي الفجوة بين الطلب على المواد وبين سعر الدولار؟ هذه هي الفجوة التي ستقرر أين سنقف، وبعدها التاجر سينتقل إلى مصادر أخرى، على سبيل المثال بلدان، شوف القارة الهندية أو أفريقيا أو أوروبا أو غيرها. هو هنا هذه الفجوة لا نعلم متى ستغلق. نعم، الباحث والأكاديمي رمضان البدران كنت معنا عبر سكايب من واشنطن، أنا أشكرك جزيل الشكر. زيارة وزير الخارجية السعودية وأزمة الدولار نستعرضها مع الزميلة رويدة التميمي. شكرا سفيان، أهلا بكم مشاهدينا. أكد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني ووزير الخارجية السعودية تفعيل مجلس التنسيق العراقي السعودي واللجان المشتركة بين البلدين. بيان حكومي ذكر أن السوداني التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق المشترك إزاء القضايا الإقليمية والدولية. كما أشار السوداني إلى العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين وأهمية أن تنعكس وبشكل ملموس على واقع البلدين. من جانبه أكد بن فرحان تطلع بلاده إلى فتح آفاق أوسع من التعاون مع العراق في مجالات عدة بما يحقق التكامل الاقتصادي ويعزز مصالح شعبيهما. قال وزير الخارجية فؤاد حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ناظره السعودي أن هناك تعاونا بين بغداد والرياض بشأن التبادل التجاري والاستثماري، مشيرا إلى التطلع إلى مشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج العربي. هناك تعاون مكثف حول التبادل التجاري والاستثماري، ونتطلع إلى تزويد العراق بالطاقة الكهربائية سواء من خلال الشبكة السعودية أو من خلال الشبكة الخليجية. لدينا تعاون مستمر في المجال الأمني ومحاربة عصابات المخدرات، نعمل معا لتخفيف حالة التوتر في المنطقة. من جهته أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عمق العلاقة بين بغداد والرياض، لافتا إلى أن هناك تطورا إيجابيا في الجانب الاقتصادي بين البلدين.
وهنا يلعب العراق دور أساسي ومهم في تعزيز هذا الاستقرار، ونعمل سويا بتنسيق وثيق مع معاليكم لدفع عملية الاستقرار في المنطقة من خلال الحوار ومن خلال تعزيز المصالح المشتركة ومعالجة أي أوجه خلاف. انخفاض غير مسبوق لسعر صرف الدينار الذي سجل اليوم أدنى مستوى أمام الدولار وللمرة الأولى منذ سنوات، وبينما يحذر خبراء من تخلخل الاقتصاد يعدون تجاوز الأزمة ليس مستحيلا، مستبعدين تكرار السيناريو اللبناني في العراق. إلى أدنى مستوى له منذ أعوام ينخفض الدينار أمام الدولار بعد سنوات من الاستقرار. 174 ألف دينار لكل 100 دولار، هذا ما سارت عليه مكاتب الصرافة في سوق المال، مع احتمالية استمرار الانخفاض في قادم الأيام. تدهور يفسره مختصون بأنه نتيجة مضاربات يقوم بها بعض مكاتب الصرافة بالتعاون مع تجار دخلوا على خط الأزمة بشراء كميات من الدولار. وعلى أبو الصرافة أن يخلي قطعة ويعرض السعر الحقيقي الرسمي، والما يسوي هاي العملية ممكن الدولة تلغي الإجازة مالته أو تضغط عليه بعقوبة مشددة، لأن هذا اقتصاد بلد، تدمير اقتصاد بلد يعني معناها إهلاك البلد. أزمة وإن ثقل حملها وطال أمدها، فإن خبراء المال يرون إن تجاوزها وإن كان صعبا لكنه ليس مستحيلا، في الوقت الذي يراقب فيه المواطن مؤشر سعر الصرف المستمر بالصعود، مما يزيد الوضع الاقتصادي تدهورا وكسادا في البيع والشراء. أو أكو تصريحات تقول راح يوصل 200، العراق مو لبنان، والعراق يختلف، فأتصور أنه العراق قادر على عبور هذه، قد الصعود والنزول مفاجئ يصير، هذا ما يسمى بالإيكونومي بالاقتصاد يسمى يعني ديستربنس، عملية تخلخل الضغط. وبين الارتفاع الأكبر للدولار أمام الدينار والمحاولات الحكومية لإيجاد حلول عاجلة، تبقى ضريبة سوء التخطيط والسياسات المالية للحكومات المتعاقبة دينا يجبر المواطن البسيط على تسديده في مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية وارتفاع نسب الفقر. أحمد مؤيد، UTV، بغداد. أكاديميون في جامعة الموصل أكدوا UTV أن تقلبات سعر صرف الدولار مرتبطة بتداخل عوامل سياسية بالجوانب الاقتصادية، داعين إلى اتخاذ إجراءات تمنع تهريب العملة إلى خارج البلاد. التذبذبات اللي حصلت بسبب استخدام البنك المركزي لمنصة إلكترونية لتنظيم دخول وخروج العملة الأجنبية من العراق، هذه الأزمة هي أزمة طارئة إن شاء الله، ولها حلول تقدم إلى متخذ القرار. الإجراء الأول والأخير هو للدولة اتخاذ الإجراءات المناسبة ضمن لجان حتى تحدد هروب العملات أو العملة المحلية والدنانير العراقية إلى خارج البلد. معركة خلينا نقول اقتصادية ولكن بإطار سياسي. إحنا نعرف أنه إحنا تحيطنا بلدان في الجوار عليها عقوبات اقتصادية، فالقرار السياسي هو اللي فرض هذه العقوبات على بلدان الجوار. القرار السياسي هو فرض علينا أن نحد من تعاملنا مع البلدان اللي عليها عقوبات اقتصادية، وبهكذا يكون اتداخلت السياسة مع الاقتصاد. كشف سوق العراق للأوراق المالية عن تداول أكثر من 3 مليارات سهم خلال الأسبوع الحالي، لافتا إلى أن قيمة التداول تجاوزت 5 مليارات دينار. وقال السوق في بيان أنه نظم خلال الأسبوع 5 جلسات تداول من يوم الأحد إلى الخميس، مشيرا إلى أن مؤشر التداول أغلق على 615 نقطة في أول جلسة، بينما أغلق في نهاية الأسبوع على 612 نقطة، محققا بذلك انخفاضا بنسبة 0.5%. كما أكد السوق في البيان تنفيذ أكثر من 3800 عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق. للحديث عن أزمة انهيار الدينار أمام الدولار ينضم إلينا من بغداد الباحث في الشأن الاقتصادي حمزة الحردان.
مرحبا بك سيد حمزة، هل تتوقعون نجاح الوفد العراقي بإنقاذ الدينار من الانهيار وإقناع الجانب الأمريكي أيضا عبر الحوارات الرامية لإعادة ضبط إيقاع العملة من واشنطن؟ تفضل. نعم، بداية تحية لكم والسادة مشاهدي قناة يو تي في الكرام. يعني حقيقة أنا لا أتوقع نتائج إيجابية قد تنعكس على وضع وقيمة الدينار العراقي حاليا جراء هذه الزيارة. نعلم جيدا أن الولايات المتحدة وبالتحديد البنك الفيدرالي قد وضع ضوابط محددة، هذه ليست وليدة اللحظة، وهي يعني ضوابط لا تواجهها حكومة السيد محمد الشياع السوداني فقط. هذه التوصيات وهذه الإجراءات قد يعني طرحت على العراق منذ عام 2020، أي قبل أكثر من سنتين إلى 3 سنوات. طلب الفيدرالي الأمريكي من الجانب العراقي السيطرة على موضوعة العملة الصعبة، على موضوعة مزاد العملة، أيضا على موضوع تهريب العملة من العراق والعمليات الغسيل الأموال التي تجري أو التي تمارسها المصارف المشاركة في مزاد بيع العملة. فحقيقة يعني هذه الضوابط وهذه الإجراءات لن يتراجع عنها الفيدرال ريزيرف الفيدرالي الأمريكي بسبب هذه الزيارة. نعم، سوف تكون هناك ربما مباحثات ومشاورات حول الإمدادات التي تدخل إلى العراق من الدولار الأمريكي، ولكن حقيقة يعني كما ذكرت أنا أستبعد أن تكون لها انعكاسات سريعة على وضع الدينار العراقي، كون هناك عدة مشاكل حقيقة أبرزها داخلية. نعم. وما يعنيه العراق في التعامل مع المؤسسات المالية العالمية، أيضا المشاكل الداخلية هي استمرار بعض الجهات في ممارسة عملية تهريب العملة إلى الخارج، هناك عمليات لمضاربة، هناك عمليات لتعمد لزعزعة استقرار السوق من أجل الانتفاع الشخصي، هناك قرارات سياسية أيضا تدخل ضمن هذه المشاكل. يعني حقيقة الوضع هو يعني كما سمعت في تقريركم هو ليس مستحيلا، ولكن الوضع معقد حقيقة. نعم سيد حمزة، خبراء استبعدوا خلال حديثهم ليو تي في طبعا تكرار السيناريو اللبناني في العراق، يعني ما هي العوامل التي تحصن الاقتصاد من الانهيار أو التضخم كما حدث ويحدث في دول أخرى؟ لا، الوضع في العراق هو حقيقة لا يشبه الوضع في لبنان. العراق لديه من الغطاء المالي، لديه الوفرة المالية، لديه عفوا الغطاء المالي أقصد به غطاء العملة الصعبة. إضافة إلى ذلك يعني استمرار تعافي أسواق النفط عالميا هذا ينعكس إيجابا أيضا على الاقتصاد العراقي، ولكن القيمة العملة المحلية في أي دولة كانت سواء في العراق أو في أي دولة أخرى تعتمد على الناتج المحلي في هذه الدولة، تعتمد على القوة الصناعية، القوة الإنتاجية لهذه الدولة. العراق حقيقة وللأسف مستمر بالاعتماد على مصدر واحد من الدخل إلا وهو الدولار الأمريكي، والدولار الأمريكي يأتي من خلال يعني بيع النفط. فبالنهاية اعتمادنا فقط على مصدر واحد، لا توجد لدينا صناعة، لا توجد لدينا زراعة. فشلت المنظومة السياسية بعد عام 2003 وحتى هذه اللحظة من أن إيجاد اقتصاد متعدد يعني اعتمادنا فقط على الاقتصاد الريعي سبب لنا أزمات سابقة. نذكر أزمة عام 2020، كيف واجه العراق أزمة حتى دفع رواتب، لم يستطع العراق توفير رواتب الموظفين والأعداد الكبيرة الموجودة في مؤسسات الدولة، لذلك أي انخفاض مستقبلا في أسعار النفط نعم قد يصبح حال العراق وحال الدينار العراقي مثل حال الليرة اللبنانية أو العملة في إيران وغيرها من الدول التي شهدت انهيارات في عملتها المحلية. نعم، يعني رغم مضي البنك المركزي بجملة إجراءات لحماية الدينار إلا أن سعر الصرف ما زال يسجل مستويات طبعا متدنية أمام الدولار، برأيكم هل تحتاج الأزمة إلى سقف زمني لحلها أم هي المعالجات غير شافية وكافية؟ سيدتي الكريمة، يعني لا أتوقع الإجراءات التي قام بها البنك المركزي كافية، ولا حتى على الصعيد الحكومي بتغيير منصب رئيس البنك المركزي والمجيء ب يعني السيد علي العلاق لإدارة البنك المركزي. حقيقة هذا الإجراء هو مجرد إجراءات تحاول منها امتصاص الغضب الموجود في الشارع العراقي. الإجراءات أبسط مثال يعني أعطيك مثال، هو أصبح أحد أبواب الفساد. عندما اقترح البنك المركزي بيع
يعني الدولار بشكل مباشر ومن نوافذ مباشرة للمواطنين الذين يرمون السفر إلى خارج البلاد، تحولت هذه المنافذ أو هذه المنصات إلى هناك عمليات أيضا فساد تجري داخل هذه المنافذ، أصبحت أيضا أحد الأماكن التي يمارس المضاربين أو يمارس بعض الجهات يعني عمليات غير شرعية، عمليات غير قانونية، تستخدم وثائق مزورة للحصول على الدولار الأمريكي بالسعر الرسمي وتقوم بطرحه إلى الأسواق العراقية بالسعر الموجود اللي وصل يمكن الآن إلى 1750 دينار. فحقيقة إجراءات البنك المركزي هي إجراءات خجولة جدا، كان الأجدر بها أن تراقب حركة الأموال داخل السوق العراقي، متابعة الجهات التي تقوم بسحب كميات كبيرة من العملة الصعبة من هذه الأسواق، تتبع حركة الأموال، أيضا مراقبة عمل محال الصرافة. نعم سمعنا عن بعض الإجراءات التي قامت بها على بعض المضاربين، ولكن حقيقة هؤلاء جزء صغير جدا من الموجودين أو من حيتان السوق العراقي الذين للأسف يحظون بدعم كبير من بعض الجهات السياسية. لذلك إجراءات البنك المركزي أو إجراءات الحكومة أيضا بالنهاية تحتاج إلى غطاء سياسي، وتحتاج إلى أن يكون هناك أن تكف الأحزاب المسيطرة أو الموجودة في السلطة من حماية بعض الفاسدين الموجودين في منظومة المال العراقي والمنظومة المالية في العراق. بغير ذلك حقيقة لن نشهد أي تعافي ولن نشهد أي إيجابية أو انعكاسات إيجابية حول ما يقوم به البنك المركزي اليوم. نعم، الباحث في الشأن الاقتصادي من بغداد السيد حمزة الحردان، شكرا جزيلا لك. كشفت وكالة رويترز للأنباء انسحاب موظفي شركة توتال إنرجيز الفرنسية من العراق، وقالت رويترز نقلا عن مصادر أن الموظفين الأجانب غادروا البلاد، بينما طلبت الشركة من الموظفين العراقيين العمل من المنزل، مبينة أن انسحاب الشركة بسبب خلافات مع وزارة النفط بشأن نسبتها من الشراكة ومطالبتها بنسبة الأغلبية بدلا من حصتها البالغة 40% من المشاريع. وفي وقت سابق قال مدير شركة نفط البصرة باسم عبد الكريم أن العراق يسعى إلى الدخول كشريك في 4 مشاريع عملاقة لشركة توتال الفرنسية بنسبة 40%. عبد الكريم وفي مقابلة مع رويترز لفت إلى أن المفاوضات جارية بين وزارة النفط ومجلس الوزراء حول نسبة الشركة. مشروع توتال اللي هو عبارة عن 4 مشاريع كبرى، يعتبر مشروع الحكومة من المشاريع المهمة، حكومتنا العراقية تريد تدخل بيه كشريك مع توتال. حاليا المناقشات مستمرة مع وزارة النفط مع مجلس الوزراء والاستشاريين حول تحديد نسبة الشراكة. ردا على سؤال لمراسلينا، قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي أن الحكومة تعمل للتخفيف من الفقر في محافظة المثنى، مؤكدا على تخصيص مبالغ مالية في موازنة العام الحالي للمناطق المحرومة والأشد فقرا. المشاريع الاستراتيجية للتخفيف من الفقر هي في الحقيقة ورقية أكثر منها واقعية، لذلك هذه الحكومة، حكومة السيد السوداني وبكل وزرائها وبتعاون كبير مع السادة المحافظين، لدينا اجتماع شهري في الهيئة التنسيقية للمحافظات أيضا، سنعمل على تنفيذ فعاليات حقيقية. أنا كنت أتحدث مع السيد المحافظ في موازنة 23 سنضع صندوقا أو وضعنا صندوقا سنصوت عليه بعنوان صندوق المناطق المحرومة والأشد فقرا، وستكون مدينة السماوة الديوانية والمحافظات الأشد فقرا ستخصص لها أموال في موازنة 23 من أجل التخفيف من الفقر ومن أجل إكمال هذه الاستراتيجية. تتجه وزارة الصناعة لتوفير أكثر من 1000 مرشة سنوية في خطوة تسهم في دعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية في بابل عبر طرق ري حديثة تتلائم مع كميات المياه بعد تفاقم مشكلة الشحة وتداعيات الجفاف. أكثر من 1000 مرشة ستسوق سنويا إلى المزارعين من مصنع المرشات الزراعية في الإسكندرية شمالية بابل. مع استمرار مشكلة شح المياه وتراجع مستويات زراعة المحاصيل الاستراتيجية بسبب تزايد نسب شح المياه، تتجه وزارة الصناعة صوب معالجات لتوفير المياه بطرق ري حديثة تلائم كميات المياه المتوافرة في العراق، وذلك بافتتاح مصنع المرشات لتسوق عن طريق وزارة الزراعة، بما يحقق نقلة في استخدام طرق الري الحديث
في العراق. 1100 منظومة سنويا يعني. هذا الإنجاز بالتعاون مع القطاع الخاص اللي هي الشركة العراقية روعة العالم، وطريقة أو آلية البيع راح تكون يعني بالتنسيق بين دوائر الدولة اللي هي وزارة الزراعة، وممكن عن طريق البيع المباشر. هذه المرشات ستسهم في دعم وإعادة زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتوفير الأمن الغذائي للمواطن من خلال الحصول على كميات مياه تزيد من الإنتاج الزراعي. تساهم هذه المرشات في زيادة الإنتاج وتوفير الأمن الغذائي فيما يتعلق بمحصول الفنطل. العراق يستهلك أكثر من 5 مليون طن من الفنطل سنويا، وبالتالي الاستمرار الاعتماد على الطرق القديمة في الري السيحي أصبح من شبه المستحيل بسبب ما يعانيه العراق من شحة في المياه. مزارعون في بابل دعوا إلى بيع هذه المرشات لهم بأسعار مدعومة لما يتكبده الفلاح من خسائر مالية بسبب شح المياه. ندعو إلى بيع الفلاح بأسعار مدعومة وليس أسعار يعني تعرف الفلاح اليوم مر بظروف استثنائية، قلة المياه، عدم وجود يعني الزراعة شوية تقريبا في الفترة هاي الأخيرة انحسرت، فلازم تكون الأسعار مدعومة. وتطمح وزارة الصناعة إلى إيقاف استيراد المرشات والمكائن الزراعية من قبل وزارة الزراعة وصناعتها محليا لتوفير العملة الصعبة داخل البلاد ودعم الصناعات المحلية. من محافظة بابل، حيدر الشلبي، UTV. أزمة النازحين وعودتهم إلى مناطقهم في ظل الغلاء وتذبذب الدولار، هذا الملف أعود به إلى سفيان. إليك سفيان. شكرا رويدة، أهلا بكم مجددا. العودة الطوعية للنازحين من المخيمات إلى مناطقهم تصطدم بمخاوف من فقد الرعاية وتركهم للمجهول، وخصوصا مع الغلاء الذي رافق تذبذب سعر الدينار. النازحون يعيشون أساسا تحت خط الفقر ويطالبون بضمانات للعيش الكريم وتأمين متطلبات الاستقرار. في المقابل تعاني شريحة أخرى من النازحين الذين أغلقت مخيماتهم فاتخذوا من دكاكين مهجورة قرب الموصل مأوى لهم علها تخفف عنهم برد الشتاء. عائلات تعاني ضنك العيش وتنشد رعاية والتفاتة المسؤولين لحلحلة أوضاعهم. تفترش 70 عائلة في الموصل دكاكين حولوها إلى مخيم عشوائي وتلتحف برد الشتاء بعد إغلاق المخيم الذي كانوا فيه من قبل. لم تشفع لهم رحلة نزوحهم الطويلة ولا أعمار بعضهم أن تنهي معاناتهم. محمد سالم زار المكان في حي الانتصار ونقل لنا التفاصيل. أكثر من 70 عائلة نازحة بلا مأوى تجمعوا قرب دكاكين في حي الانتصار جنوب شرقي الموصل، وأنشأوا مجمعا أشبه بمخيم عشوائي بعدما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت في واحدة من أصعب قصص النزوح وأعقدها. تتطلع الثمانينية أم مؤيد وغيرها عشرات هنا لالتفاتة حكومية تنتشلهم من هذه المأساة ليكملوا ما تبقى من حياتهم في مكان يليق بكونهم عراقيين. ما عندنا بيوت، بيوت للعالم نخش بها يطلعون، وتالي جينا على هذا الدكاكين. هذا كم سنة اليوم للنبي الدكاكين؟ يمكن 3 سنين. والله نطالب منا ببيوت نقعد بيها، أبقاعنا ينطونا ونعمرها احنا. هذه كاكين باشر إذا جاءوا طلعونا يزتون قشنا بالتيار. إلى جانب ضنك العيش يعاني النازحون هنا من عدم قدرتهم على العمل لبعد مناطقهم عن مركز المدينة وسوء واقعها الخدمي خصوصا في فصل الشتاء، فعادة ما تحتجزهم الأمطار والأوحال في هذه الدكاكين لأيام عدة. يعني إحنا بدينا هذا مكان ولا نرجف من البرد، ترى يعني طولها 10 أمتار وعرضها 4 أمتار وارتفاعها أكثر من 4 أمتار، يعني صوبة ما تدفيها، وإحنا مقطعينها هيك بلايلونات هذه الخبنقات. تجمعات عشوائية تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة لجأ إليها النازحون بعد إغلاق المخيمات، فباتوا بلا دعم أو رعاية إلا مما يجود به بعض الميسورين في فترات متباعدة. من الموصل، محمد سالم، UTV.
تباطؤ وتيرة العودة الطوعية للنازحين من المخيمات مهدد بمزيد من التباطؤ بعد انخفاض قيمة الدينار وارتفاع الأسعار، وفيما تسعى وزارة الهجرة إلى تسريع وتيرة عودة هؤلاء النازحين، يرفض بعضهم ترك المخيمات نحو المجهول ومن دون ضمانات بعيش كريم. بمعدل 8 عوائل فقط يغادر النازحون مخيمات أربيل يوميا ويعودون طواعية إلى مناطقهم. وفيما تؤكد وزارة الهجرة سعيها إلى رفع معدل العودة الطوعية، حتى إغلاق ملف المخيمات يطرأ بعد آخر على معادلة النزوح. إذا كانت أزمة انخفاض قيمة الدينار قد أدخلت مزيدا من المواطنين تحت خط الفقر، فماذا عمن هم تحت وطأة هذا الخط أساسا، وخصوصا النازحين خارج المخيمات، إذ يعانون من صعوبة في تأمين تكاليف المعيشة المرهقة وتضعهم عند حافة هاوية اقتصادية. هذول الناس اللي يشوفون أوضاعهم صعبة أو ما يقدرون يسكنوا بمناطقهم الأصلية، أو لربما أكثرتهم أصلا ما عندهم بيوت، فيقدرون يروحون يراجعون دائرة الهجرة والمهاجرين وإدارة أزمات محافظة أربيل ويقدمون طلباتهم. هذه الطلبات فقط هذه الدائرة مخصصة لرؤيتها وإعطاء الموافقة وعدم إعطاء الموافقة وإدراج هذه الأسماء إلى إدارة المخيمات، ومن ثم احنا نستقبلهم. يعني النازح يقول لك أنا أروح أسكن في المخيمات، أفضل لي أولا آجار ما أدفع، مواد غذائية تصلني بشكل منتظم، شغلات النفطية وكل شيء هو في نقول بلاش. ورغم التحديات الكبيرة التي تواجه النازحين في المخيمات، يرفض غالبيتهم العودة إلى مناطقهم ويفضلون البقاء هنا لغياب ضمانات العيش الكريم، فهم يرون مغادرة المخيمات انتقالا إلى المجهول. تصعن من الموصل ما عندي بيت، راح اقعد اجر، لا والله الحين قاعد بلاش، الشغل هناك ماكو، يعني من كل النواحي، يعني الاوضاع الامنيه ما اقول لك بالموصل الساعه مستقره، بس كردستان امن شيء لنا بالنسبه لنا، لان شو توفر لك شغل، توفر لك سكن، توفر لك قعده، هناك ما يوفرون هاي المكانات، يعني اقول لك ارجع على الموصل راح ارجع، يقول لك اجر بيت 200,000 او 250,000، يعني منين اجيب؟ ما عندي، لا عندي بيت، شلون اقعد؟ مو بساني، الاف النازحين هاي مشكلتهم الرئيسيه. يسكن مخيمات الإقليم نحو 30,000 نازح، فيما يعيش عشرات الآلاف غيرهم خارج المخيمات يواجهون تحديات كبيرة في تأمين متطلبات الحياة. وفيما تشجع وزارة الهجرة على العودة الطوعية، يطالب النازحون بتأمين متطلبات الاستقرار من تعويضات مالية وفرص عمل وسكن لتحقيق الرجوع الآمن إلى مناطقهم الأصلية. مشرق المنصور، أربيل، يو تي في. قبل ختام نشرتنا نتابع أحوال الطقس العراقي وبحره. لكم مني ومن فريق العمل أجمل تحية، بأمان الله.